زياد من النجف، سلام عليكم. يقول نحن شريحة مظلومة من 30 عام، أريد توصل صوتنا عبر قناتكم الموقرة. احنا أسرى حرب الخليج الثانية العام 91، نحن أسرى حرب دوليين ولم نستلم حقوق أسرى، علما أننا مسجلين لدى الصليب الأحمر وراجعنا جميع الدوائر المعنية منذ سنين ولم نحصل على حقوقنا كأسر حرب. وبعد التعب ومناشداتنا صدر بنا أمر ديواني من عام 2019، الأمر الديواني 107 الفقرة 12 لنيل حقوقنا. وكان الأمر الديواني بتصفية حقوقهم التقاعدية لمدة أقصاها 6 أشهر، وصار سنتين الأمر الديواني 107 الفقرة 12 نايم برئاسة الوزراء. إذا ساعدنا عبر قناتك رجان، لأن تعبنا لا نقدر نشتغل، أقل واحد بينا عمره 52. هذا النسخة الثانية يا عمر، هذا كتاب وزارة التقاعد دفاع إلى هيئة التقاعد وماكو نتيجة. طوني يا أبو محمد، شلونك؟ الله يسلمك. أنتو أسرى حرب الخليج أنا حكيت بيها كثير وناشدت بها كثير، لكن الولد مرات ما يسمعون، واحنا نبهناكم انه انتم ما تسمعون مشاكل الناس. واعود واكرر مره اخرى، اللي ما يحترم مشاكل الناس مسؤول غير محترم، غصبا عليه مسؤول غير محترم. زين ذولا اسرى، اما بموجب القانون اسرى تتكفلون بحقوقهم وتعطوهم حقوقهم، اما تعتبروهم خونه وأما تعتبرهم متسربين، وأيضا تصدرون لهم قرار تقولون لا تستحقون. هسا أنت تقول يستحق لا أعترض، وتقول لا يستحق أنا لا أعترض، بس ماكو كهائج إلى البيداء بغير السلاح. هم يسولفون وإحنا نسولف وانت ضابها على الصامت، بعدين دي يقول لك أكو قرار برئاسة الوزراء. يا رئاسة الوزراء، يا سادة، يا مدراء المكاتب والمسؤولين برئاسة الوزراء، القرارات التي تهم الناس طلعوها لدولة الرئيس خلي يوقعها، يوافق عليها ولا يوافق عليها. انت ايش قد ظل تسير؟ والله قصر الله لا تلك الشهر القانون الدولي من عام 1949 يقول هنا اتنال سارة اسير تتسجل على الصليب الاحمر حتى اسير عرض. انتو عندكم كتب من الصليب الاحمر حقوق التقاعدية عندكم يعني؟ زين النظام السابق ليش ما سوا لكم؟ نعم عندنا كتب الصليب الاحمر عدوزة تركيا حتى عن باطن. أنت من 91 وحتى رائحة الصليب الأحمر الدولي أبو محمد جابت كتب وأقراص باسم أسرى حرب الخليج أبو محمد وسلمت من وزارة الدفاع. أنت بوقت النظام السابق، النظام السابق ليش ما سوى لكم تقاعد؟ النظام السابق حسبنا خوانة أي وصدر بينا كتاب 6 أشهر يلا يصير عسير. أي من اجت هاي الحكومه من 2011 اي استاذ جلال طلباني الله يرحمه لنا هذا القرار، القرار 33 رجعنا على معاها 100 جنيه من 1949 اعتبروكم اسره. ومن 2011 لحد الان بس ما طلعت، هسه احنا فكونا من الامر الديواني استاذ نجم اي فكونا من الامر الديواني حولونا على قرار 262 انتم قراركم اللي صادر من 92 قراركم وين هسه؟ هسه احنا مكملين كملنا معاملات واستقبلتنا وزارة الدفاع أيه. ومشينا معاملات وهسه نايمة بالتقاعد. هذا الكتاب اللي امام حضرتك اي بالتقاعد. سهلة يا استاذ ماهر البياتي، شوف لنا قضية اسرى حرب الخليج، شوف لنا اسرى حرب الخليج. انا هذا الموضوع فتحته كثير قبل ما حضرتك تصير رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد العامة، هذا هواي صار له. وإذا بي قرار بموجب اتفاقيات دولية وبقرار صادر من الحكومة العراقية من 2011 وإحنا من 2023، هم صار لهم 12 سنة، هم اللي كان عمره 40 هسه 53 سنة.